وللمزيد من النقاش والتفاصيل بينضم إلينا هاتفيا من رام الله الأستاذ أشرف عكا خبير العلاقات الدولية. برحب بحضرتك يا فندم، أهلا بك. أهلا وسهلا، تحياتي. تحياتي لحضرتك يا فندم. بداية، كيف تنظر إلى الأوضاع الآن في قطاع غزة، خاصة وما زالت يعني آلة الحرب الإسرائيلية تحصد المئات من الأرواح يوميا في القطاع؟ كيف تنظر إلى هذا الوضع المتردي الآن وكل الانتهاكات التي تمارس في حق الأشقاء في فلسطين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار أيضا تشكيل الحكومة الأخيرة في إسرائيل؟ دعيني أقول بشكل واضح، فشل وعجز الجيش الإسرائيلي عن تحقيق أهداف العملية العسكرية التي أعلنوها منذ 7 أكتوبر وما بعد ذلك يعبر عنه بقتل وإبادة وتدمير وعقلية انتقامية رافقت هذا السلوك الإسرائيلي. تدمير الناس، قتل المواطنين، تدمير البنية التحتية، هذا سلوك إسرائيلي ممنهج للتعبير عن عقلية انتقامية دموية وحشية لا أكثر ولا أقل. وهذا عمليا شكل من أشكال التعبير عن الفشل والعجز. ونلاحظ أنهم في كل عملية عسكرية يحاولوا فيها الوصول إلى أحد القادة يقتالوا من أجل اغتياله، يعبر عنه بقتل يعني مئات المواطنين الفلسطينيين، تعبير عن حالة يعني العجز والشلل الذي يكتنف هذه العملية العسكرية الإسرائيلية. لهذا يعني المنطق الدموي والمنطق التدميري الذي رافق هذه العملية العسكرية هو منطق انتقامي لقتل الروح الوطنية التي تنامت ما بعد 7 أكتوبر لدى أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة أن هذه العملية شكلت بشكل أو بآخر هزيمة لعقيدة الرجع، وأن هذا الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر يهزم يعني على أيدي المقاومة الفلسطينية وفعل صمود الشعب الفلسطيني. ولاحظ تسارع العمليات العسكرية خلال الأيام القليلة القادمة، يترافق عمليا مع إعلانات من الجيش الإسرائيلي بأنه قارب على الانتقال إلى المرحلة الثالثة أو انتهاء العملية العسكرية، لأن أهداف العملية العسكرية كما حددها المستوى السياسي لا تتلائم مع طبيعة المعركة التي يعيشها الجيش الإسرائيلي من استنزاف وخسائر كبرى وعدم قدرة على تحقيق الأهداف. ونلاحظ يعني عمليا تشميل المسؤوليات، من هو الذي يعني أفشل إدارة العملية العسكرية والتنبؤ بما جرى في 7 أكتوبر وتحميل المسؤولية بين المستوى السياسي والمستوى العسكري في إسرائيل، وهذه الخلافات وتداعيات الفشل يعني يعكس نفسه بسلوك إسرائيلي في حالة من التخبط يعني وعدم القدرة. وهل هذا أستاذ أشرف يعني ما ينعكس من المشاهد التي يعني تزداد وحشية يوما تلو الآخر في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي؟ ربما يسعى نتنياهو إلى الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الدمار في قطاع غزة، هل هذا يبرهن على أنه وصل لأنفاسه الأخيرة؟ شوفي، دعيني أقول يعني تدمير القطاع، تهجير الناس أحد أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية، هذه يجب أن نقرأها. نتنياهو يعلم تماما في اللحظة التي يتم فيها توقف العملية العسكرية أو الدخول بأي شكل من أشكال الصفقات يعني أن كشف الحساب الداخلي في إسرائيل له ولإئتلافه سيفقع. هذا الإئتلاف الذي بدأ يتصدع بفعل الخلافات الداخلية حول قانون الحرديم وقانون تعيين القضاء يبين أن هناك خلافات داخلية كبرى في إسرائيل لا يمكن حلها إلا باستمرار هذه الحرب وتصدير الأزمات. ونتنياهو يهرب إلى الأمام ويحاول التصعيد باتجاه لبنان ويحاول تفجير المنطقة. هذا السلوك الإسرائيلي المتمثل بهذه الحكومة ورئيس وزرائها يبين بالضرورة أن هذا العدو الصهيوني يريد إطالة أمد الحرب ريثما يحدث أي شكل من أشكال التغيير في عتبة الرأي العام الداخلي في إسرائيل. إذن هو يعني المعركة انتخابية، معركة نتنياهو وليس معركة إسرائيل. منذ 4-5 شهور الكل يتحدث في إسرائيل وهناك إشماع في المستوى السياسي العسكري والأمني والمعارضة الإسرائيلية أن هذه معركة نتنياهو. نتنياهو لا يعني ليس لديه استراتيجية لإدارة هذه الحرب وفشل في إدارة هذه الحرب، وليس لديه استراتيجية خروج من هذه الحرب. لا يمكن لأي حرب بالمعنى العسكري أن تستمر دون أهداف سياسية واضحة محددة. الجيش الإسرائيلي أعلن خلال الأيام القليلة الماضية، وهذا مهم أن نقرأه،
ان انتهاء العمليه العسكريه وانسحاب الجيش الاسرائيلي من قطاع غزه يجب ان يكون في اطار اتفاق. اذا هو يمهد الطريق يعني لشكل من اشكال المفاوضات والاتفاق وانجاز الصفقه وتحرير الاسرى ليس في اطار المقاربه العسكريه التي اعترف فنادق باسم الجيش الاسرائيلي فشل المقاربه العسكريه في تحرير هؤلاء. اذا الخلافات الداخليه في اسرائيل تعكس نفسها على سلوك المتطرفين الذين يقودون الحكومه امثال نتنياهو وسموتريتش بن غفير والذين يدفعون الامور نحو التصعيد والتأزيم والاضرار بالامن واستقرار المنطقه. كلنا نعلم انه اذا ما توسعت الحرب باتجاه جنوب لبنان واستمرت الحرب في قطاع غزه يعني توسيع هذه الحرب الى حرب اقليميه شامله مدمره. وبالعكس تماما اذا دخلنا في مرحلة المفاوضات تتوقف كل الجبهات لأن جبهة الجنوب وجبهة الحوثيين وغيرها من الجبهات هي لإسناد غزة والكل يطالب بنهاية هذه الحرب وقف العدوان على الشعب الفلسطيني. الإقليم الرؤية العربية المشتركة عبر المجموعة السداسية العربية كله يطالب بنهاية هذه الحرب. السلوك الإسرائيلي لا يمكن تفسيره إلا من أجل نتنياهو ومصالحه الانتخابية الضيقة. بالعكس هو كذلك يدخل في صدام مباشر مع الولايات المتحدة من أجل العرض بايدن والإتيان بترامب. يعتقد أنه إن لم يسحق موقف ترامب مستقبلا ولكن هذه الفترة وإطالة أمد الحرب طيل هذه الفترة قد يغير ما يغير من مواقف وأحداث وتفاصيل يعني قد تؤثر بالضرورة على عتبة الرؤية العامة الداخلية في إسرائيل. بشأن هذه الأزمة الآن بين نتنياهو وإدارة بايدن يعني كما نعلم أن منذ 4 أشهر وهناك يعني تباطؤ في إمداد إسرائيل بالأسلحة وربما هذا ما دفع نتنياهو للحديث في هذا علنا. كيف تنظر إلى هذا التباطؤ في إمداد الولايات المتحدة إسرائيل بالأسلحة؟ هل هذا يعد أيضا ضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب؟ أنا لا أشك أن الولايات المتحدة معنية بنهاية هذه الحرب ودعينا أقوله بشكل واضح ولماذا علينا أن لا نشكك بنية الولايات المتحدة لأن من أجبر بايدن على طرح مقترح وذهب به إلى مجلس الأمن الدولي. إذن رؤية الولايات المتحدة بهذا الاتجاه تبين أنها معنية بنهاية هذه الحرب ولكن يبدو أن أدوات الضغط على إسرائيل أو أدوات الضغط الجدي أو الكبيرة أو المؤثرة على سلوك الجيش الإسرائيلي تحديدا قد تؤتي بنتائج عكسية على الإدارة الأمريكية في حسابات بايدن الانتخابية. نلاحظ أن الهجوم الذي بدأ به نتنياهو على الإدارة عبر ذلك الفيديو هي مادة لترامب لمواجهة بايدن، هي مادة من أجل أن يتحرك الإيباك والحزب الجمهوري ضد الحزب الديمقراطي وإضعاف بايدن واستقواء على بايدن بالكونغرس من جهة وباللوبيات الصهيونية من جهة ثانية. هذا دليل على أن نتنياهو يحاول أن ينقل يعني الأزمة إلى الداخل الأمريكي وهو يعلم تماما حساسية موقف إدارة بايدن سواء كان في لما له علاقة بالانتخابات أو بأن هذه الإدارة تحتاج إلى إنجاز في ملفات السياسة الخارجية وتحديدا في ملف الشرق الأوسط هذه المنطقة الوحيدة المتبقية للولايات المتحدة لكي تعود بقوتها الناعمة وتأثيرها على هذه المنطقة. لأنه إذا سقطت رؤية الولايات المتحدة ومشروع الإدارة الأمريكية في التسوية والصفقة الإقليمية وإدماج إسرائيل وغيرها من رؤية استراتيجية تجاه المنطقة يعني انتصار المشاريع الأخرى المضادة، هذا بالمعنى العلمي والعملي بغض النظر عن موقفنا من تلك المشاريع. وحقيقة الأمر هذا ما يجب أن تقرأ الولايات المتحدة، مشروع الصين، مشروع روسيا، مشروع الدول الإقليمية الأخرى التي تذهب باتجاهات صدام مباشر مع إسرائيل ومشروعها في المنطقة ومع الولايات المتحدة ومشاريعها وحساباتها ومصالحها. هذا كله يعكس نفسه على هذا السلوك الإسرائيلي الذي بدأ يحاول نتنياهو يعني أن يرسل رسالة للولايات المتحدة أن لا تعبثوا في الوضع الداخلي الإسرائيلي لأن المعارضة الإسرائيلية وأمثال جانس وبينج وأسكنوت هم عمليا حلفاء وأقرب إلى الرؤية الأمريكية وإلى الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. هذه استراتيجية يعني لنتخيل بغض النظر عن يعني الاستراتيجية الأمريكية تقول إدماج إسرائيل، تطبيع مع المنطقة، علاقات اقتصادية، بناء نظام أمني إقليمي إسرائيل في قلبه، اعترافات من الدول العربية والإسلامية في إسرائيل، ازدهار اقتصادي وغيره من مسائل تبشر بها الولايات المتحدة في المنطقة.
أنا في جزء من إسرائيل يؤمن بهذه الاستراتيجية وأن إسرائيل بهذه الحرب خسرت عسكريا وميدانيا واقتصاديا وسمعتها العالمية وعزلتها، وبالتالي تأتي الولايات المتحدة أمرار تقول أننا أهم يعني لمصلحة إسرائيل من إسرائيل نفسها، وأن هذه الحكومة اليمنية المتطرفة التي هاجمتها حتى ما قبل 7 أكتوبر إبان عملية التغييرات القضائية وغيرها من مشاريع لهيمنة اليمين وسيطرته على النظام السياسي في إسرائيل، حاولت الولايات المتحدة إنقاذ إسرائيل. إذن هو اليوم نتنياهو يحاول إضعاف المعارضة الإسرائيلية وتقليل إطلالة الولايات المتحدة على الداخل الإسرائيلي بأدوات المعارضة الإسرائيلية، ينقل المعركة إلى الداخل الأمريكي. هذا ما يجب أن يقرأ بهذا الاتجاه، وكل ذلك عمليا مرتبط بقدرة الدولة العميقة في الولايات المتحدة على رجب إسرائيل. إذا الولايات المتحدة أنا أعتقد أنه ليس من مصلحتها اتساع هذه الحرب لأنها ستكون أعطت هدية للصين وروسيا من نحكي علم بغض النظر عن المواقف المبدئية من هذه الأطراف، ولكن هو إعطاء الصين وروسيا أدوات التدخل في المنطقة، تعزيز مكانتها، نفوذها، قواها، القوى الإقليمية المتحالفة معها ستزداد قوة ودعم، وبالتالي ندخل في معركة تقسيم حسابات على طريقة الحرب وليس عبر الحوار والتسويات الكبرى. يعني نحن يعني أمام محطة مفصلية منذ بداية هذه الحرب. أقول من يريد أن يدخل الأمور إلى معادلات فطرية يعني هذا يعني جنون بعينه، والمنطقة إما أن تدخل في صدام مباشر والقوى والإمكانيات العسكرية تفرض نفسها ميدانيا على شكل وطبيعة وخاصة المنطقة، والأفضل وهذا ما تحاول القوى الفاعلة وخاصة مصر وبعض الدول العربية التي تفهم تماما مخاطر وتداعيات انزلاق المنطقة إلى مربع التوترات والصراع الإقليمي المفتوح، عبر استراتيجية الحوار واستراتيجية الإدماج واستراتيجية يعني بناء منظومة إقليمية تقيم للتعاون والشراكة أولوية على الاعتبارات الخلافات والصراعات التي بالضرورة تؤثر على وضع المنطقة وازدهارها في ظل حدة التنافس بين القوى الفاعلة في النظام الدولي. فتتنافس هذه المناطق، هذه القوى عفوا، في مناطق بعيدة عنا، وتترك هذه المنطقة وشأنها تجد مساراتها السلام والاستقرار. وفي قلب كل ذلك، لهذا يبحث الجميع عن ضرورة حل القضية الفلسطينية، لأنما بعد 7 أكتوبر الكل أدرك، الدول العربية أدركت أنه لا بد من حل عادل شامل القضية الفلسطينية لكي ننهي هذا الصراع من جهة ونعطي الفلسطينيين حقوقهم من جهة ثانية، ودعم إسرائيل بالأمن والاستقرار إذا أرادت أن تعيش بأمن واستقرار، ولكن ليس على حساب الشعب الفلسطيني وليس على حساب دول المنطقة وشعوبها. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ أشرف عكا خبير العلاقات الدولية على هذا النقاش.